انا بشكر كل اصحابنا اللي عملنا معاهم الفيديو ده، وبشكر جدا غيداء صاحبتنا علشان هو معلش اطفال غزة فعلا حقهم ان هم يعيشوا ويحسوا بعيد الطفولة هاي اللي المفروض ان هو اليومين دول. انا اسفة يا جماعة معلش. شكرا يا غيداء قوي على التقرير الحلو جدا ده بجد، وشكرا لكل الاطفال اللي شاركوا والكلام الجميل اللي قالوه. يعني انا بجد فرحانه بيكوا وحاسه بالامل ان الاطفال في مصر وفي كل العالم على فكره حاسين باطفال غزه قوي كده، فانا فرحانه بيكوا جدا. دلوقتي بقى ميعاد الرسم، وانتوا كلكم قلتوا ان انتوا بتعرفوا ترسموا صح؟ ايوه. طيب هنشوف بقى فريق البنات ولا فريق الولاد، وان شاء الله يعني كلنا نكسب. ماشي.